أجابكم الله. في سؤال ثاني يقول: في حديث الاعتكاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا قلب زوجته إلى بيتها، وعندما قابله نفر من الصحابة أخبرهم بأنها زوجته، المفهوم من الحديث أن الإسلام يحث المسلم على أن لا يقف موقف شبهة أو أن يبدي نفسه إذا اتهم بشيء، ولكن إذا كان بعض الناس دائما يغلب عليهم الظن السيء والشك، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ فما جاء في السؤال على المسلم أن يتجنب بواطن الريب، وإذا حصل شيء ولا أصل له فعليه أن يبين هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من باب تعليم الأمة الابتعاد عن الريب والشكوك وإزالة ما قد يحصل مما ليس له أصل. نعم.